عليكم. هذه جريدة واشنطن بوست تبين كيف يتم انتشار فيروس كورونا المستجد. لدينا في الحالة الأولى أفراد المجتمع يتحركون بشكل عادي، ولدينا واحد مصاب والكرة الملونة. لاحظوا كيف يتم انتشار الفيروس، لاحظوا كيف يزداد الرقم المصابين، وهذا ما وقع في إيطاليا وفي الصين، وهذا ما يجب منعه في جميع البلدان من أجل احتواء هذا الفيروس وتموقعه في موقع واحد من أجل إيجاد دواء. نمشيو للحالة الثانية. الحالة الثانية يتم فيها إغلاق الحدود أو الحد من الرحلات. لاحظوا كيف يتم إن وجد تسرب، لاحظوا كيف يتم انتشار العدوى وكيف يزداد عدد المصابين. دائما المصابين هما يعني المصابين هنا عدد ديالهم كيتزاد بواحد الشكل اللي هو ضئيل. نمشيو للحالة الثالثة. الحالة الثالثة الحالة الثالثة حين ينتشر الفيروس ويتم الحد من حركة الأفراد. يتم الحد من حركة الأفراد على نطاق واسع، ولكن يتحرك بعضهم. لاحظوا كيف يتم اتساع عدد المصابين، إلا أنه ينتشر بشكل بطيء. في هذه الحالة يتساوى عدد المصابين مع عدد المتعافين. نمشيو للحالة المثالية، الحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة هي الحالة المثالية والتي يجب أن يتم تطبيقها في جميع البلدان من أجل الحد من هذا الفيروس الفتاك. في هذه الحالة جميع المواطنين ملتزمين بالمكوث في منازلهم، لا يتحرك إلا من يجب عليه التحرك، يعني الممرضين، رجال السلطة، رجال الأمن. في هذه الحالة هذه لاحظوا عدد المصابين يتزايد بوتيرة ضئيلة جدا، في حين عدد المتعافين هو الآخر يزداد.